ولمزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس لحبيب بلغوثي. سيد المعتمد الأول، إذن هل تم التوصل إلى حلول لاستئناف الرحلات البحرية نحو جزيرة قرقنة بعد المفاوضات مع أصحاب مراكب الصيد؟ مرحبا. في الحقيقة أنا تو على عين مكان في الميناء التجاري، يعني كنا بمرافقة قيادات أمنية بمختلف الأسلاك، كنا تو للتو المسافرين معنا ينتظروا الباخرة بالرجوع إلى جزيرة قرقنة. وهذا الحقيقة نعود للأمس منذ تقريبا 24 ساعة، يعني تم عرقلة حركة المسافرين عن طريق الباخرة من طرف بحارة، يعني وبواسطة مراكبهم الذين يمارسون نشاط يعني غير مرخص فيه اللي هو الصيد بالكيس. ونحن اليوم نعرف اللي هذا النشاط الحقيقة يتطلب يعني له من المخلفات الخطيرة على واقع المنتوج السمكي بالجهة وبكافة الجمهورية، فيما يتعلق لأنه ممارسة يعني هذا النشاط في متر واحد من الكيس وقت اللي يتم يعني الصيد يمكن استرجاعه بعد 15 سنة. وهذا كل يعتبر يعني نشاط غير مرخص فيه، بالإضافة لأن النشاط حتى المركب نفسه غير مرخص فيه. اليوم الطلبات هي معناها مواصلة نشاط البحارة في القيام بنشاطهم وطلبهم كذلك يعني الترخيص لهم في 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 البواخر في المراكب نتاعهم، وهذا ما لم تستجيب له السلطة الجهوية ولا حتى المركزية لأنه نشاط مخالف. واليوم آن الأوان باش أنه نسترجع يعني كافة يعني السيادة في هذا المجال، وما لدينا من حل سوى تطبيق القانون. ومنذ لحظات توف الآن المسافرين يمتطون الباخرة في اتجاه منازلهم بعد أكثر من 24 ساعة. كنا لم نكن في تفاوض حقيقة، بل كنا ننتظر يعني إخلاء سبيل الباخرة في القيام بنشاط، ولكن انتظرنا يعني الكثير والآن لم نعد قادرين على الصبر أكثر. فالخيار واحد والوجهة واحدة هو تطبيق القانون ولا سبيل للرجوع إلى الوراء. نعم سيد المعتمد، إذن كيف تم تطبيق القانون؟ بإقناع ربما المحتجين أو باستعمال القوة؟ لو توضح لنا هذه النقطة. لم نستعمل القوة، بل قوات الأمنية اليوم بمختلف الأسلاك متواجدة يعني في على عين المكان في إطار يعني مواكبة وتأمين الباخرة التي ستعود إلى قرقنة. نعم، إذا ننتظر استئناف الرحلات بشكل طبيعي انطلاقا من نعم. هذه الليلة. نعم. وهو كذلك نحن الآن بصدد تأمين أولى الرحلات التي تعطلت منذ الأمس، وليس لدينا خيار أكثر في تطبيق القانون. القانون هو تأمين حرية المواطن، وما ورد في التقرير منذ قليل حول منع المسافرين يعني بالذهاب إلى قرقنة، هناك إجراءات فقط، إجراءات بسيطة للتحري في معنى بعض الأشخاص الذين لا يقتنون يعني جزيرة قرقنة بالتحري في هويتهم، ويمكن العمل يعني باعتيادي. هناك مهرجانات قامت أقيمت في قرقنة، هناك حركة نقل عادية. بالأمس ما سجلناه هو يعني حالات مرضية، يعني لبعض الأشخاص تم التوصل في جلب البعض منهم عبر بواخر بحرية ونقلهم إلى صفاقس. لم تتعطل يعني الحالات المتأكدة، سيما وأنه حتى في الحالات الأخرى تم استعمال الطائرة العمودية في تأمين البكالوريا يعني منذ سنوات. لكن اليوم ليس لدينا خيار في تطبيق القانون، لأن هنا هذا نشاط غير مرخص فيه. وهذا نشاط غير وصلت قانون. وصلت الفكرة سيد المعتمد. ولن نسمح في ممارسة مثل هذه الأنشطة الغير قانونية والتي تضر يعني بالمنتوج السياحي لبلادنا. نعم، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس لحبيب بلغوثي، شكرا جزيلا لك على التدخل معنا. في موضوع آخر